أكد البنك المركزي تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر يناير الماضي إلى 29% من 34.2% في ديسمبر من العام الماضي. وأكد البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر حتى 2.2% في يناير 2024 مقابل معدل شهر بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق. يأتي ذلك فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.6% في يناير في العام الجاري مقابل معدل بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.4% في ديسمبر من 2023. تلقت وزارة التنمية المحلية تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات. وجه وزير التنمية المحلية هشام أمن المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التقرير أشار إلى إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة ليصبح بذلك إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تمت إقامته على أرض المحافظات 7126 معرضاً ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. أوضح التقرير أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء وصل إلى 6308 من الحملات، أسفرت عن تحرير 13107 من المحاضر المخالفة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا عن مؤشرات الطلب العالمي على الفحم وسط توقعات بانخفاض هذا الطلب بحلول عام 2026. أضاف التقرير أن الطلب العالمي على الفحم شهد ارتفاعا بنسبة 1.4% في العام الماضي ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية. في الأسواق المالية العالمية، حيث أنهت البورصة أو أن أسواق البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم في نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، بينما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه. وفي هذا الإطار ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1 تريليون جنيه. أما بالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 1.1% ليصل ويحقق ما قيمته 28411 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة. في هذا الإطار أيضا زاد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان زاد بما نسبته 1.78% ليغلق ويحقق مستوى 9679 نقطة. من أسواق البورصة والمال إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط والانخفاض غير المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية. في هذا الإطار صعدت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 81 سنتا للبرميل، أي بما يعادل 1.2% ليصل إلى 80 دولار وسنتان للبرميل الواحد. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت بنسبة 72 سنتا أو ما يعادل 97% ليصل إلى 74 دولار و58 سنتا للبرميل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 8% لتصل إلى 2.76 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 1.2% لتسجل 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت شركة ميرسك للشحن أنها تتوقع أرباحاً أقل بكثير من مستوى العام الماضي خلال العام الحالي، وذلك بسبب الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر. قالت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ما بين مليار دولار وستة مليارات دولار في هذا العام، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار حققتها في العام الماضي. قالت ميرسك في بيان لها، قالت إنه لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه الجاري الآن. سجلت الصين تراجعا في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي في أسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عام، بينما يشير انخفاض الأسعار إلى أن المنتجات أقل ثمنا، إلا أن الأمر يمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد بشكله الكلي في حال لجوء المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاض أكبر في الأسعار. هذا وسيفاقم هذا التراجع من الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهد لإنعاش الاقتصاد الصيني. أعلن رئيس البنك المركزي التركي الجديد فاتح كرهان، أعلن أن السياسات المالية الصارمة للسيطرة على التضخم ستستمر بتصميم، وتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 14% في حلول نهاية العام القادم 2025. يذكر أن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 2.5 نقطة مئوية أخرى في يناير الماضي للمضي قدما في سلسلة زيادات تهدف لمكافحة التضخم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 45%، وهو الارتفاع الثامن لأسعار الفائدة منذ تخلت تركيا عن سياساتها الاقتصادية غير التقليدية، والتي يقول خبراء اقتصاديون أنها ساعدت على إثارة أزمة العملة. صوت مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ذكرت أن المجلس الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم صوت على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع كاركومانج السياحي.